الناحية الإيطالية لعموم الأجيالات والأجراء وعموم المواطنات والمواطنين تحل اليوم ذكرى فاتح مي وهي الذكرى اليوم العالمي للطبقة العاملة في ظروف الجائحة وللسنة الثانية على التوالي. وبهذه المناسبة نخلد في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه الذكرى تحت شعار لا لاستغلال الطرف للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية، وتحل هذه الذكرى في حرمان تام لتنظيم تظاهرات عمالية بقرار حكومي مجحف. فالشعب المغربي عامة يعيش وضعا اجتماعيا صعبا بسبب مجموعة من الأسباب: استمرار الوضع الوبائي وانعكاس ذلك على الشغل والقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، تنامي ظاهرة تسريح العاملة والعمال في خرق سافر لمدونة الشغل على مستوى إقليم تارودانت عند ميزادور آيا كوباك ضيعة البراء إلى آخره، وكذلك على مستوى القطاع السياحي فندق الزيتون، عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي وعدم الاستفادة من دعم صندوق كوفيد لفئات عريضة منهم، ضرب الحرية النقابية والتظاهر والحق في التظاهر السلمي، الدليل على ذلك يعني مواجهة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في خلال كل محطات نضالية المنظمة في هذا الشأن، غياب الحماية الاجتماعية والتعويض عن الشغل، تضرر قطاعات أخرى بالجائحة وبالإجراءات المتخذة منها الحرفيين، الخرازات، صناع التقليديين، البازار، المقاهي، الفنادق إلى آخره، توسيع دائرة الفقر وسط عموم المواطنات والمواطنين، التراجع الخطير في مجال الحريات وحقوق الإنسان من خلال المتابعات القضائية في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين، وتخلد كذلك هذه الذكرى مطالبين بمجموعة من المطالب، منها احترام الحريات النقابية في الإضراب والاحتجاج السلمي المضمونة دستوريا وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تحسين الدخل بالزيادة في الأجور وإعفاء طبقات متوسطة من ضريبات الدخل، المراقبة الصارمة لتطبيق السليم لمدونة الشغل، الدعوة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف يعني في النقابات ذات التمثيلية والباترونا كذلك والحكومة، تنفيذ اتفاقات سابقة وبالأخص اتفاق 26 أبريل 2011، الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لعدة قطاعات منها التعليم، الصحة، العدل، الجماعات المحلية إلى آخره، التراجع عن التوظيف بالعقدة في مجال التعليم وعدم المساس بالحق في الوظيفة العمومية، إذا رفع معاناة تجار الذين تربطهم علاقات كيرة بنظارة الأوقاف، والتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وفي الأخير نتقدم بالشكر الجزيل لجنود الخفاء المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة في جميع القطاعات وبدون استثناء، وتحية نضالية.